تسأل الناس وتشكو صارخا أين الطريق؟ أيها الحائر يا من تهتفي فكر عميق، تسأل الناس وتشكو صارخا أين الطريق؟ هل وجدت الحل يا مسكين والقلب شفيق؟ هل أزال الناس ما عندك من هم وضيق؟ هل وجدت الحل يا مسكين والقلب شفيق؟ هل أزال الناس ما عندك من هم وضيق؟ يا صديقي سوف لا يبديك في الدنيا صديق، ليس عند الناس رأي ثابت شاف يليق. يا صديقي سوف لا يبديك في الدنيا صديق، ليس عند الناس رأي ثابت شاف يضيق. فحلول لفريق ضد أخرى لفريق، إنما عندي علاج قد خبرناه جميعا. اغلق الباب وحاجك في دجى الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وصراعا ودموع، وصراعا ودموع. يا من تملأ الدنيا لهيبا ثائرا للحق والإصلاح محتدا غضوبا، أيها المصلح يا من تملأ الدنيا لهيبا ثائرا للحق والإصلاح محتدا غضوبا. كم لقيت العنت والتجريح والقول المعيب، تحمل اليوم صليبا وغدا أيضا صليبا. كم لقيت العنت والتجريح والقول المعيب، تحمل اليوم صليبا وغدا
أيضا صليبا يا صديقي. إن مضى الوقت نزاعا وحروبا واستمر الحال مثل الأمس صعبا وعصيبا يا صديقي. إن مضى الوقت نزاعا وحروبا واستمر الحال مثل الأمس صعبا وعصيبا فادخل المخدع واركع واتكب النفس سكيبة. كله اشتدت وضاقت فافتح الباب الرحيبة. كله يا رب إني عاجز لن أستطيع. وعرض الأمر وحاجك في دجى الليل يسوع واملأ الليل صلاة وصراعا ودموع وصراعا ودموع. اغلق الباب وحاجك في دجى الليل يسوع واملأ الليل صلاة وصراعا ودموع.